قليلة ويولد نجم جديد في عالم الغناء العربي بانتهاء برنامج الهواة أرب آيدل الذي يعرض على شاشة الام بي سي. ثلاثة مشتركين: محمد عساف من فلسطين، فرح يوسف من سوريا، وأحمد جمال من مصر، وصلوا إلى المرحلة النهائية بفضل موهبتهم وتوجيهات لجنة تحكيم وتصويت المعجبين، لكن الدعم الأبرز والأهم كان من الأهل. والد ووالدة محمد تركا غزة منذ شهر تقريبا ليقدم إليه دعم العائلة والوطن. إجا عروض زواج لمحمد غير شيرين ولا بعد؟ في اتصلوا في ناس كثير أنا من فلسطين، قالوا لي بدك تجوزوا شيرين ولا بدك تجوزوا من غزة؟ قلنا لهم إن شاء الله من غزة. من يوم ما بدا الأرب آيدل والشعب اللي ما كانوا يتفرج على التلفزيون، اللي ما كانوا يسمعوا الأغاني، صاروا يسمعوا ويتابعوا، صار زي مصدر للفرح عند الشعب الفلسطيني. بحكي إنه شغلة كتير مهمة وكتير حافز لإلي وتشجيع لإلي، ووقوف أهلي لجانبي بأمانة صدقيني. من يوم ما إجوا يمكن حسيت براحة أكتر لما كنت أغني بالمسرح وأشوفهم واقفين. ورغم الأوضاع الأمنية الصعبة إلا أن والدي فرح وصل من طرطوس ليقدم لوحيدتهما النصح والقوة. وعند أثناء النتائج بيتوتر الواحد لأنه عم بيطالب للأفضل، يعني بتمنى تنجح وصل للأفضل، فنكون خايفانين شوي. قلق. وهذا القلق قلق إنساني ومشروع عند جميع الناس. أكيد يعني أكيد. والدي قال لي أنت، يعني أنا لهلأ بتذكر بترن بإذني الكلمة، قال لي بابا أنت محلك هون يا بابا، وقال لي أنه قناة ام بي سي لها مصداقية كتير كبيرة، وأنا متأكد أنه رح يشوفوا فيك شيء كتير مهم. يعني أنا والدي مثلا بيقدم لي نصح وهيك، ولكن أنا باخذ من أمي الطاقة الإيجابية، يعني باخذ من أمي يعني دعاء أمي مثلا، يعني كلياتنا الله يخلي أمات كل الناس ويديمهم فوق راسهم، يعني دعاء الأم بيضل بيعطيكي هذا الدافع، بيعطيكي هاي الطاقة الإيجابية لحتى تعطي كل شيء عندك يعني. أما أحمد فوصل أهله قبل الحلقة الختامية بيوم واحد مع شقيقه خالد من الكويت. طبعا هو تعب فيه وكافح، وهو عنده موهبة من صغره، والحمد لله أنا كنت متبني الموهبة ديت وسخلتها بتعلمه أصول الموسيقى العربية. بدعيله حقيقي، بقول له يعني ربنا يوفقه، عشان أحمد تعب جامد، تعب يعني ما فيش نجاح بيجي بسهولة، فربنا يديله على قد تعبه. كنت على طول كنت اكلمه اقول له يعني سواء كنت انت الأرب آيدل او مثلا طلعت من المرحله دي، انت وصلت دلوقتي لمكانه ما كنتش، يعني ما كانش حد يفكر، ناس كتير بتستنى فرصه زي ديت، ما كانش حد يقدر يوصل لها، ما حدش وصل لها برضو، ناس كتير ما وصلتهاش. كل مره بغني يعني ما ببقاش قدامي حد من اهلي او حد قريب يعني مني، فما بالك لما اغني ووالدي ووالدتي واخويا قاعدين وكده، فهتبقى طبعا لها وضع تاني. ساعات حاسمة يعيشها المتسابقون الثلاثة، لكن اللحظات الأصعب هي تلك التي يعيشها أهلهم. من كواليس أرب آيدل، نسرين حطوم، العربية، بيروت.